يا غادة اتفضلي يا غادة يا سلام عليكم الله وبركاته ازي حضرتك ربنا يسترك ربنا يبارك في عمرك امين يا, يا رب واياكي وكل من يشاهدنا اتفضلي ما أه. حضرتك انا والدي توفى وساب لنا بيت ست ادوار وورشه كبيره فيها عده وفيها حاجات كتير فاخويا الكبير من ساعه ما والدي ما مات مش عايز يدينا اي حاجه من البيت خالص ولا من الورشه وحتى ليا بنت اخي متوفي كان قبل والدي ما يموت اه فعند ما حتى يعني ما شافهاش أبوه الله يرحمه فبنت دي عندها سبع سنين لا عايز يصرف عليها ولا عايز يديها حقها في البيت ولا في الورشه مش عارفه استكي ولا اعمل ايه مش عارفه شكرا يا غاده مين بعد غاده واحنا نرد على الاربعه ورا بعض مين بقى مها اه طب قطعت مها يا غاده يا اخا غاده هي تاكد باللغه العربيه الصح يا اخا غادتها اتق الله فيها والاول يا اخي, أخي اقول لك على كلمه كويسه اتق الله في روحك لاني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قبل آية المراس إنما يأكلون في بطونهم نار وأنا واثق تمام الثقة إن أي حد ظلم خواته في المواريث جواه شيطان بيفتي أنتوا عارفين الفتوى إيه؟ وكان المرحوم بقى الله يرحمه كان عمل حاجة ده أنا اللي بني البيت وانا اللي طبعت الدم بالوقت عارف الادوات اللي هي بتدور عليها دي انا كنت مسافر انا انا اتغربت ويجي ايده في الترابيزه والدم ينزل احنا عندنا شر عندنا جبل من السواد بص يا روح ابوك وامك وروح مراتك اللي لو بتشجعك على كده يبقى بتخرب عليك وعليها وعلى اولادها وعلى السنين السودة كلها اي واحد يحط حاجه عند ابوه من شقاه من غربته من حياته السوداء وابوه يموت بقت ميراث ما عنديش اسلوب اسهل من كده أقوله يا اخوانا انا بتكلم كده والله حتى على الصفحه السوداء اللي بقت سودة دلوقتي وتعبتني وقرفتني ألف ده مبروك عطيه دي صورتي وشجرة الصفصاف وكلامي وشعري و... ويجي واحد امبارح ستين مرة يقول لي نوه في البرنامج والله ما أنا منوه تاني والله ما أنا منوه تاني اللي مصدق مصدق واللي ما مصدقش ان شاء الله مع انه ويحل عني هو انا كل دقيقه انا لا اصدق انك انت الدكتور مبروك عطيه ليه يا اخواتي الصفحه برقص عليها ولا البرنامج برقص في الصفحه استاذ ما ينفعش كده ما ينفعش بقى يا راجل ما انتش فاهم الاسلوب ما انتش عارف مين اللي هيقدر غير مبروك عطيه يقعد على صفحه كل ثلاث دقائق ينشر قصيده الصبح واحده وبالليل واحده وواحد يساله سؤال يجيب بالشعر وهات يا فتاوى وهات يا تعليقات وهات يا كلمه وهات يا حكمه وهات اخرنا النهارده الصلصره اللي تحت شباكي والناس عماله توسيني ويقولوا لي غير الغرفه ميرنا باين انت اللي غيرها؟ وانت انت مفكره الشقه بتاعتي زي شقه ابها بين الغرفه والغرفه اتنين كيلو؟ ده هي الشقه كلها كده اروح الغرفه التانيه الصوت برضو وراي اروح الحمام الصوت وراي هعمل ايه حسب الله